نعم. لو واحد سلم عليا في صلاة المنخطبة على المنبر ماذا أفعل؟ قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا ولا يخفى عليك أن أهل العلم لما ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم لصاحبه أنصت ولم يخطب فقد لغى، استثنوا مسائل ثلاثة: تشميت العاطس، قول النبي عليه السلام إذا عطس أحدكم فحق على كل مسلم سمع فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، الصلاة على النبي عند ذكره، قول النبي عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. الشيء الثالث، الموطن الثالث، هو رد السلام للآية الكريمة: وإذا حييتم بتحية فأحسنوا. لكن أنوه على شيء أيضا، ألا وهو أن لفظة ومن لغى فلا جمعة له لا تصح.